فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قام رجل بالزواج من المطلقة ثلاثا وكان في نيته أنه يحللها للأول لكن دون علم الأول، ثم طلقها هذا المحلل فتزوجها الأول وعلم بعد ذلك، فهل العقد باطل؟ لا، ما دام ما علم ما العقد ما هو باطل، لكن يعثم هذا الذي أسر هذه السريرة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.